الصلاة مثل ما ورد في الحديث النبوي هي عمود الدين. صحيح. ومن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. ليش كل هذه الأهمية للصلاة؟ ولماذا فعلا بالرغم مما فيها من أجر وثواب ويعني منزلة عالية، يغفل الناس عن ذكرها وعن ثوابها، ويتثاقل الناس عن أدائها. عن أدائها، نعم. الله سبحانه وتعالى في كل الشرائع السابقة كان يتعبد الخلق بطاعة معينة، قد تكون صلاة وقد تكون صيام. وإحنا ذكرنا في الدرس السابق بأن الصلاة هي شعيرة الله سبحانه وتعالى ألزم بها كل الأمم. كل الأمم. فسيدنا إبراهيم قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يعني سيدنا عيسى وهو في المهد قال ويأمرني بالصلاة. سيدنا موسى واجعلوا بيوتكم قبلة. سيدنا زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا إلى أن قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. كل هذا يدل على وذكرت أن الصلاة هي الدعاء أيضا دكتور. نعم، في معناها. كل هذا يدل على أن الصلاة شعيرة أممية، لا توجد أمة إلا وقد ألزمت بهذه العبادة وبهذه الطاعة. الصلة بينها وبين الله سبحانه وتعالى في أنها تشكل جزء من صلاحية الروح للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فمن كانت روحه صالحة للوقوف إلى الله بين يدي الله سبحانه وتعالى لا يشعر بذلك الثقل. ولذلك احنا حتى نجاوب على هذا السؤال، أنا ذكرت الروح الصالحة هذه أريد أن أقف عندها. إحنا في الدرس السابق ذكرنا بأن الروح كلما كانت نقية وكلما كانت خالية وسليمة من أوحال الذنوب والمعاصي كلما اشتاقت إلى الله. يا سلام. نعم. لأن كما قلنا الروح مخلوق يشتبك بالجسد كاشتباك الماء بالعود الأخضر. الله. أهل السلوك قالوا بأن هذه الروح لها من الشفافية ما يجعلها تخترق الحجب، ولذلك إن نزعت من الجسد بنوم أو غيره فإنها ترى ما لا نراه عن طريق البصر. لذلك أنت لما تنام أو أنا من أنام أو أي شخص لما ينام وتسترسل روحه تخرج خارج الجسد، ممكن أن ترى أشياء وأن ترى أشخاص أحياء أو أموات أو تعرفهم أو لا تعرفهم حسب قدرته هي وحسب طاقتها. فلما استودع الله الروح هذا الجسد تأثرت شفافيتها بكثافة الطين منه. نعم. فأصبحت لا ترى ولا تتفاعل ولا تتعامل إلا من خلال ماذا؟ الجسد. من خلال هذا الجسد وجوارحه، فلا ترى إلا بالبصر. لكن بعض العلماء قال من حافظ على روحه نقية من المعاصي فإنه قد تسترد الروح جزءا كبيرا من شفافيتها وإن كانت خلف جدار هذا الجسد.